على سيبوا كاين اليوم ميساج ناحيتو سيبوا مش مشكل نحنا رجعوا من سيبوا نعاودوا نبنيو من جديد. والله كيما شفتوا قاعدين نخدموا على رويحنا ديجا اخر لحظه سمعنا بها سيبوا قاعدين عملنا دو بيت سيزون باهيه ربحنا دو ماتش نحاو سيبوا مش مشكله معناها نحنا حاضرين ان شاء الله نجيبوا غيرهم وان شاء الله ربي معانا وان شاء الله جاي خير حاجه بركه نقفوا الكل مع بعضنا بيريود خايبه وان شاء الله جاي خير ان شاء الله. شنو تسكن الحكايه هكا المدير اللي تحكي بعد السيتياسيون هذه خايبه؟ السيتياسيون هذه العباد الكل تعرف رويحها على شنو قادمه في بالنا من قبل اللي باش يصير لنا هكا الله غالب ربي يهدي اللي كان سبب ان شاء الله نحن معنا يد واحدة جواريت ناقصنا شوية جمهور إن شاء الله يرجع معنا جورني جي إن شاء الله نعدوهم نكونوا مع بعضنا يد واحدة ونقفوا الجماعي إن شاء الله شيء محذر الجمهور ما تجين كلنا محذرين إن شاء الله برشا حاجات إن شاء الله ربي معنا وإن شاء الله جاي خير إن شاء الله بس بظهر ما بيش بيصير لش الظهر سيق الليسانسير بحنا وكا إن شاء الله ربي معنا غريك.